قضت محكمة تونسية بالسجن 5 سنوات بحق الأمين العام لحركة نداء تونس رجل الأعمال سليم الرياحي في قضية إصداره شيكا دون رصيد حسب ما أفاد محامية. ويواجه رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي قضايا فساد مالي منذ اندلاع الثورة عام 2011 جعلته محل ملاحقة قضائية، وهو الآن خارج الأراضي التونسية. وأوضح محامي الرياحي أن الحكم قابل للطعن عليه أمام درجات التقاضي الأعلى، وكان القضاء قد أصدر في حزيران يونيو عام 2017 قرارا بتجميد الأرصدة المصرفية والعقارات التي يملكها سليم الرياحي. ويذكر أن حزب الاتحاد الوطني الحر قد اندمج في حركة نداء تونس ليصبح بموجبه سليم الرياحي أمينا عاما لحزب نداء تونس. من العاصمة التونسية ينضم إلينا الآن مراسلنا علاء الدين زعتور. مرحبا بك علاء، هل كان هذا الحكم متوقعا وكيف يؤثر فعليا على الحزب الحاكم في تونس الآن نداء تونس؟ بدأ يعني من حيث أنه هل كان متوقعا أم لا؟ نعم هو كان متوقعا، لأنه هناك عدة قضايا تلاحق سليم الرياحي الأمين العام الحالي لحزب نداء تونس، وهو متواجد كما ذكرتم يعني خارج البلاد منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي، يعني منذ حوالي أكثر من 3 أشهر، وهو متواجد حاليا في دولة الإمارات بعد أن قضى أشهرا في العاصمة الفرنسية باريس. ومنذ ذلك الوقت تلاحقه عدة قضايا تتعلق بالجانب المالي فيما يتعلق بأعماله الخاصة أو فترة رئاسته للنادي الإفريقي، واحد من أكبر الأندية الرياضية هنا في تونس. ولكن المهم في كل هذه القضية أن البعض هنا في تونس يرى أنها فصل جديد من المعركة المفتوحة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام لنداء تونس الجديد سليم الرياحي. جدير بالتذكير أن نذكر المشاهدين بأن سليم الرياحي قبل أشهر قليلة كان أحد أبرز الداعمين لحكومة يوسف الشاهد، وفجأة انقلب على يوسف الشاهد رئيس الحكومة ودمج حزبها السابق الاتحاد الوطني الحر واندمج مع نداء تونس ليصبح أمينا عاما لنداء تونس. وبعدها بأيام قليلة أيضا تم إصدار عفو رئاسي في قضايا الشيكات بدون رصيد وانتفع بها في جزء منها سليم الرياحي. بالتالي يبدو أن المسألة فصل جديد كما يقول محللون ومراقبون هنا في تونس من فصول المعركة بين الطرفين. هناك عدة يعني مقربين من رئيس الحكومة يوسف الشاهد قالوا بأن هذه القضايا ستبقى تلاحق سليم الرياحي، وهو ما أكده سليم الرياحي نفسه، ولكن هو في كل مرة كان يتحدث من الخارج لوسائل الإعلام المحلية يقول فيها إن ملفاته نظيفة لا يوجد ما يؤخذ. ولكن اليوم القضاء يعود، يعني هنا هذا حكم ابتدائي يمكن الطعن يعني ضده استئنافا ومن ثم في محكمة التمييز، ولكن هذا حكم قضائي ضد سليم الرياحي قد يعقد من وضعيته، خاصة أنه جاء بعد 2 أيام فقط من تصريحات هي الأولى له من دولة الإمارات يقول فيها إنه سيعود قريبا وسيفاجأ يعني المواطنين التونسيين بخبايا جديدة للساحة السياسية. شكرا جزيلا لك علاء زعتور مراسل التلفزيون العربي في تونس.